في العرض الأخير، أتمنى أنني قد منحتكم بعض الأفكار لماهية المشتقة. إنها عبارة عن طريقة لإيجاد الميل على نقطة معينة على طول المنحنى. الآن سوف نقوم بتطبيقه على بعض الاقترانات. إذن دعونا نفترض أن لدي اقتران F الإكس يساوي إكس تربيع، وأريد أن أعرف ما هو ميل هذا المنحنى. ما هو الميل على ما هو الميل على دعونا نفترض أنه على إكس تساوي 3. ما هو ميل إكس؟ دعونا نرسم ما أطلبه. النظام الإحداثي، إحداثي إكس ذلك هو إحداثي واي. ومن ثم إذا أردت أن أرسم، دعوني أختار لونا مختلف. إذن سنقول ما هو الميل عندما x تساوي 3. x تساوي 3، هذه هي x تساوي 3. وبالطبع أنه عندما x تساوي 3 فإن f x تساوي 9، نحن نعرف هذا، أليس كذلك؟ إذن ما نفعله هو أننا نأخذ نقطة، ربما أنها أبعد بقليل عن المنحنى. دعونا نفترض أن هذه النقطة التي تقع هنا هي 3 زائد h، وسأبقيها مجردة كما h، لأنه كما تعرف أننا سنأخذ نهاية اقتراب h من الصفر. وعلى هذه النقطة الموجودة هنا ماذا لدينا؟ إنها 3 زائد h تربيع، لأن الاقتران هو f x يساوي x تربيع. إذن هذه النقطة هي 3 زائد h مع 3 زائد h تربيع، 3 زائد h مع 3 زائد h تربيع. لأننا نأخذ 3 زائد h ونضعها في x تربيع ونحصل على 3 زائد h تربيع. وهذه النقطة الموجودة هنا هي بالطبع 3 مع 9. ما نرغب بفعله هو أن نجد الميل بين هاتين النقطتين. علي في الحقيقة أن أجد أداء أفضل، إن هذا يتوقف عن العمل باستمرار، أعتقد أنها حادة. لكن على أي حال نريد أن نجد الميل بين هاتين النقطتين. إذن ما هو الميل؟ إنه عبارة عن التغير في y، أي هو 3 زائد h تربيع، 3 زائد h تربيع ناقص هذه ال y، أي ناقص 9. تقسيم التغير في x، أي 3 زائد h ناقص 3، إذا بسطنا هذا الجزء العلوي أو ضربناه، كم ناتج 3 زائد h تربيع؟ هذا يساوي 9 زائد 6h زائد h تربيع، ثم هذه السالب 9، وكل ذلك مقسوما على حسنا الثلاثة هذه والسالب 3 هذه، يتم حذفهما، وبالتالي كل ما يتبقى لدينا هو h. وإذا بسطنا هذه فإن 9 ناقص 9 يتم حذفهما. دعوني أنتقل إلى الأعلى هنا،
يتبقى لدينا إن هذا القلم يتوقف عن العمل، إنه الستة اتش زائد اتش تربيع تقسيم اتش. والآن سوف نضرب هذا، أليس كذلك؟ لأنه يمكننا أن نقسم الجزء العلوي والسفلي، أعني البسط والمقام، على اتش، ونحصل على ستة زائد اتش تربيع. إذن هذا هو الميل بين هاتين النقطتين، إنه ستة زائد اتش تربيع. فإذا أردنا أن نجد الميل اللحظي على النقطة x تساوي 3، فإن f x تساوي 9، أو النقطة تكون 3 مع 9. علينا فقط أن نجد نهاية اقتراب h من الصفر. هنا سوف نأخذ نهاية اقتراب h من الصفر، حسناً. إن هذه مسألة نهاية سهلة. ما هي نهاية 6 زائد h تربيع كلما اقترب h من الصفر؟ حسناً، إنها تساوي 6. نحن الآن نعرف ميل هذا المنحنى على النقطة x تساوي 3 هو 6. وإذا استخدمتم الأسلوب التقليدي وهو الارتفاع تقسيم البعد، فإن الميل هذا التغير في y تقسيم التغير في x يساوي 6. إذن حصلنا على الميل اللحظي على النقطة x تساوي 3. إن هذا مفيد. تعلمون أنه إذا كان هذا التمثيل البياني لموقع شخص ما، فإننا بالتالي نعرف سرعته اللحظية. حسناً، لن أذهب مع هذا، سوف أصمم درساً منفصلاً في الفيزياء. الآن دعونا نرى إذا كان بالإمكان أن نقوم بحل حالة أكثر شمولية، بحيث لا نكون بحاجة لأن نعرف ما هي النقطة التي نرغب بإيجاد الميل عليها. إذا كان يمكننا أن نحصل على صيغة معممة للميل على أي نقطة على طول الرسم البياني f x يساوي x تربيع، دعوني أمحو هذا. إذن لدينا f x يساوي x تربيع f x. f x يساوي x تربيع، ونعلم أن الميل على أي نقطة من هذا سيكون نهاية اقتراب h من الصفر ل f x زائد h، نهاية اقتراب h من الصفر ل f x زائد h ناقص f x. كل ذلك مقسوما على h. هذا الجزء الموجود هنا عبارة عن صيغة الميل التي تعلمتموها قبل عدة أعوام، إنه عبارة عن التغير في y تقسيم التغير في x، وكل ما نفعله هو أننا نرى ماذا يحدث كلما صغر التغير في x أكثر فأكثر كلما اقترب من الصفر. ولهذا السبب يمكننا أن نحصل على التغير اللحظي على تلك النقطة في المنحنى. دعونا إذا نطبق تعريف المشتقة هذا على هذا الاقتران. وفي الواقع إذا أردتم أن تعرفوا المفهوم، هذا يساوي f فتحة ال x، أو يمكن تسميتها بالمشتقة. إذن مشتقة f ال x هي f فتحة لل x. دعونا نطبقه على x تربيع. سوف نقول نهاية اقتراب h، نهاية اقتراب h من الصفر ل f ال x زائد h. حسنا، f ال x زائد h عبارة عن إن هذا القلم يتعطل،
إكس زائد إتش تربيع. لقد أخذت الإكس زائد إتش ووضعته في إف الإكس ناقص إف الإكس. حسنا، هذا يساوي إكس تربيع مقسوما على إتش، وهذا يساوي نهاية اقتراب إتش من الصفر. نهاية اقتراب إتش من الصفر، فقط نضربهم. إكس تربيع زائد 2 إكس إتش زائد إتش تربيع ناقص إكس تربيع. لقد نفذت المساحة، كل ذلك مقسوما على إتش. دعونا نبسط هذا، إكس تربيع ناقص إكس تربيع يتم حذفهما، ومن ثم يكون بإمكاننا أن نقسم البسط والمقام على إتش، ويتبقى لدينا نهاية اقتراب إتش من الصفر. نهاية اقتراب إتش من الصفر. لاثنين إكس زائد إتش. حسنا، هذا يصبح صفر، إن هذا يساوي 2 إكس. لقد حصلنا عليها، إذن نهاية اقتراب إتش من الصفر تساوي 2 إكس، وهذا يساوي إف فتحة للإكس، إذن مشتقة إف الإكس والتي رمزنا لها بإف فتحة للإكس تساوي 2 إكس. حسنا، ماذا يوضح لنا هذا؟ ما الذي قمنا بفعله؟ حسنا، الآن يمكنني أن أعطيكم أي نقطة على طول المنحنى. لنفترض أننا نرغب بمعرفة الميل على النقطة 16، عندما تكون النقطة 16 مع 256، تلك هي النقطة على طول f x يساوي x تربيع، وهذا يساوي 16 ومن ثم 16 تربيع. ما هو الميل على هذه النقطة؟ نحن نعرف أن الميل هو 2 ضرب 16، الميل على تلك النقطة إن الميل يساوي 32. مهما كانت قيمة x فستقوم بوضعها في اقتران f فتحة للx أو اقتران المشتقة، وسوف تحصل على الميل على تلك النقطة. أعتقد أن ذلك متقن، وسوف أوضح لكم كيف في دروس مستقبلية كيف يمكننا أن نطبق هذا على مسائل الفيزياء والاستمثال ومجموعة كاملة أخرى من الأشياء، وسوف أوضح لكم أيضا كيفية إيجاد مشتقات مجموعة كاملة من الاقترانات الأخرى. سأراكم في العرض التالي.